ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام حمسي. صباح الخير مرام. صباح النور مرام. نبدأ من روسيا، حيث تحبط هجوما بمسيرة فوق محيط موسكو، والجيش الأوكراني يواجه صعوبة في تجنيد عسكريين لإرسالهم إلى الجبهة. آخر التطورات مرام. نعم إسماعيل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس عن إحباط هجوم بمسيرة أوكرانية على ضواحي موسكو، وتحديدا في منطقة أدينتسوفا. تم إسقاط هذه الطائرة دون الحديث عن أي أضرار مادية أو بشرية، إضافة إلى أن وزارة الدفاع وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين لم يذكروا أي تفاصيل عن مكان انطلاق هذه الطائرة، إن كان من أوكرانيا أو حتى من داخل الأراضي الروسية. طبعا منذ أشهر اعتادت موسكو خاصة وعموم روسيا على مواجهة حرب الطائرات المسيرة والتصدي لعدد من الطائرات، وخلال هذا الشهر كان هناك إسقاط لعدد من الطائرات في محيط موسكو. أما فيما يتعلق بالتجنيد الأوكراني ومواجهة زيلينسكي لهذه المعضلة التي باتت بالفعل تؤثر على تعداد الجيش الأوكراني على الجبهات، وهذا ما أكده الكوماندان ألكسندر فالكوف قائد كتيبة اللواء 24، إذ قال أن الجبهة تحتاج إلى شباب تقل أعمارهم عن 40 عاما، واستشهد بذلك حول كتيبته، إذ قال بأن أكثر من 40% من المنتمين للكتيبة تبلغ أعمارهم فوق 45، ونحن بحاجة إلى تجديد الجنود المتواجدين على الجبهة وعلى مراكز التجنيد أن تخرج من سياسة الاتحاد السوفيتي القديمة وتتجه إلى النظر إلى النوعية وليس إلى الكم المنتمي إلى الجيش الأوكراني. لكن بالمقابل أيضا صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن إعلان تعبئة ل 450 إلى 500 ألف جندي إضافي، لكن لم يؤكد حتى الآن أو يوقع بشكل رسمي هذا القرار. وقد شهدت أيضا إسماعيل العاصمة كييف قبل منذ أسابيع احتجاجات ومظاهرات كبيرة لزوجات المقاتلين على الجبهات، وكانت تحمل شعارا يقول أن الآن حان دور الآخرين، وذلك بسبب أن المجندين باتوا على الجبهات لحوالي العامين دون إعطاء فرصة لتبديل الجنود على خطوط القتال الأولى. أيضا من هذا السياق كان هناك اجتماع موسع لوزارة الدفاع الروسية بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، تحدث فيها شيغو وزير الدفاع الروسي عن عدد الخسائر منذ بدء الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو حزيران، وقال أن الجيش الأوكراني تكبد أكثر من 159 ألف جندي، مقتل 159 ألف جندي أوكراني، إضافة إلى إصابة أكثر من 766 دبابة وإسقاط حوالي 177 طائرة مقاتلة. وبالتالي هذه الإحصاءات تتماشى مع ما يذكره الجيش الأوكراني حول تعداد أو نقص تعداد الجنود في جبهات القتال. نعم إسماعيل. آخر فيما يخص الدعم الغربي لأوكرانيا، هناك إصرار بريطاني وفرنسي على دعم كييف، ما التفاصيل؟ نعم، يعني هذا كان واضحا في مؤتمر صحفي جمع كل من وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة. صرح فيها ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني أن فرنسا وبريطانيا متفقتين على استمرار ومواصلة الدعم الأوكراني، وأشار إلى أن المعركة أو المعركة في أوكرانيا قد تشبه فصول المسرحية، تبدأ في الفصل الأول بها
هزيمة روسيا بشكل كبير في عملياتها العسكرية منذ بدئها، وأما الفصل الثاني يؤكد فيه على النضال والقوة التي استطاع فيها الأوكرانيون التصدي للهجمات الروسية. أما الفصل الثالث كان هو الأصعب، وهنا يشير إلى فشل الهجوم المضاد الأوكراني، لكن تحدث أن الفصل الثالث أو الرابع من المسرحية لم يكتب حتى الآن، وعلينا أن نكتبه بالطريقة الصحيحة. أما وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا قالت بأننا سنستمر في دعم أوكرانيا مع الحليف البريطاني، وأن هذه المرحلة تجعل أوكرانيا على المحك، وليس فقط أوكرانيا وإنما كامل القارة الأوروبية. هذه التصريحات جاءت وسط تململ الغرب في نهاية هذا العام من إرسال المساعدات الغربية، وأيضا على خلفية الخلافات الأمريكية بإرسال المساعدات لكييف، واعتبرت أن هذه التصريحات هي لتشجيع الغرب على الاستمرار في دعم كييف، وأن المرحلة القادمة إن لم يتم مواصلة الدعم المستمر لأوكرانيا فسيؤدي ذلك إلى انتصار بوتين، وهذا ما يخشاه الغرب ومن ضمنهم فرنسا وبريطانيا. هذه التصريحات أيضا أضاف فيها حديث بالأرقام الوزير البريطاني، إذ قال أنه إذا اجتمع الاقتصاد الغربي بشكل كامل فسيشكل قوة تشكل نسبة 25% بالنسبة ل 1% للجانب الروسي، وهذا ما يمكن أن يكون قدرا كافيا لإلحاق الهزيمة بالرئيس فلاديمير بوتين. هذا مجمل ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك لكل من وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا في باريس. نعم اسماعيل، أعود إليك. مرام، أمس وسائل الإعلام وأيضا الصحف تحدثت عن اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا، وقالت بأن القوات الأمريكية ستكون على بعد ساعة من روسيا. ما تفاصيل هذا الاتفاق وماذا تحدثيننا عنه؟ نعم، ربما إسماعيل هذه المرحلة هي الأخطر على الحدود المشتركة الأوروبية الروسية، إذ أعلنت فنلندا عن توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة تؤكد على تعزيز التعاون العسكري بين كل من فنلندا والولايات المتحدة، لكن الخطورة هنا في هذه الاتفاقية هو السماح للقوات الأمريكية باستخدام القواعد العسكرية في فنلندا، وحوالي 15 قاعدة عسكرية، خمسة من هذه القواعد تنتشر على الحدود الشمالية المقابلة للحدود الروسية الطويلة والتي تبلغ حوالي أكثر من 1300 كيلومتر، وبالتالي من خلال هذه الاتفاقية تستطيع الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري سواء في العتاد عبر تخزين الأسلحة ضمن هذه القواعد، إضافة إلى استخدام الطائرات والسفن أيضا في الممرات البحرية والجوية وفي المطارات العسكرية. جاءت هذه الاتفاقية بناء على التهديد الذي صدر من قبل بوتين بعد طبعا انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، واعتبار أن هذا توسع شرقا نحو الحدود الروسية. قال الرئيس بوتين كما تحدثنا يوم أمس إسماعيل أنه سيقوم بإنشاء قاعدة عسكرية على الشمال، على الحدود الشمالية الغربية لروسيا، قاعدة لينينغراد العسكرية، وهذا ما يشكل تهديدا مباشرا شعرت به فنلندا. إضافة إلى ذلك أن القاعدة الأبرز التي تدعى إيفالو في الشمال الفنلندي هي على مقربة من الحدود الروسية وبالقرب من جزيرة أو شبه جزيرة كوالا الروسية، والتي تبعد حوالي 50 كيلومتر، أي فقط حوالي الساعة عن الحدود الروسية، لنكون أمام تطور خطير في الصراع قد يؤدي كما تحدث نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، وكما صرح أيضا بوتين أن هذه التحركات من قبل الأعضاء في حلف الناتو ستؤدي
تؤدي إلى صدام مباشر في نهاية الأمر، وأن روسيا لن تتخلى عن إحدى أهداف عملياتها العسكرية وهو ردع توسع الناتو. أيضا إضافة إلى فنلندا، كان هناك أيضا توقيع اتفاقية مماثلة بين كل من الولايات المتحدة والدنمارك، وبالتالي نحن أمام تصعيد جديد لدول البلطيق مقابل الاتحاد الروسي. نعم إسماعيل. من موسكو مراسلتنا مرام حمصي، شكرا جزيلا على هذه المعلومات والإيضاحات.